يقول يا ليت يكون الوقف بناية تجارية تكون أضمن للاستدامة، ثم يكون من روعها تشغيل بيوت محمية، لأن البيوت المحمية استدامتها غير موثوقة وعمرها قصير، وتلك المناطق اعتمادها بعد الله عز وجل على غزارة الأمطار. وش نقول للشيخ فهد؟ شوف ولله الحمد المياه عندنا متوفرة. احنا أسفل محافظة الطائف، أسفل محافظة الطائف وميسان، يعني انت الأمطار الجوفية والمياه الجوفية غنية جدا في المنطقة ذي اللي احنا فيها، بالإضافة إلى أنه إحنا في داخل الدرع العربي، فالمياه متوفرة. بالنسبة لاستدامة البيوت المحمية، إحنا ما إحنا على الزراعة التقليدية، الزراعة العادية اللي ممكن يعني بسرعة مخاطرها ممكن عالية، ممكن والله تتعرض لأي شيء ممكن. لا، إحنا الزراعة حديثة في بيوت مبردة ومهيئة واستدامتها لسنوات كثيرة وكبيرة جدا. بالإضافة إن البيوت المحمية هذه متميزة في وفرة الإنتاج وكثافة الإنتاج. وفي فرق لما أكون أنا أنتج والله في منطقة بعيدة عن سوق كبير مثل سوق مكة المكرمة. أنت لما تتكلم عن سوق مكة المكرمة والحج والعمرة يكفيك سوق مكة. يعني خلنا نتفق، طبعاً هي رؤية يعني ولي العهد الله يحفظه ويسعده يا ربي يا الله. آمين. توجه لقضية زيادة البيوت المحمية. نعم بالضبط. هناك في الإنتاج الزراعي هناك في توجه. هل مثلاً أنتم رأيتوا إنه الريع من هالبيوت المحمية أفضل وأكثر إنتاجاً؟ نعم. من قضية مبنى؟ نعم. هذا بناء على وجود المياه. طيب. والأمطار. هي لسببين، أول شيء جانب اقتصادي واجتماعي. الجانب الاجتماعي اللي هو توظيف، يعني أنت الآن بإذن الله عز وجل الوقف هذا حيوظف أكثر من 200 شاب وفتاة، يعني أنت الآن كم كفيت أسرة وعفيتها وكم كان في مصدر رزق واستقرار أسري حققته. الشيء الثاني الريع حقه أعلى وأكبر من العقار، يعني احنا يعني في بعض الأوقاف العقارات عندنا في مكة المكرمة 4% العائد السنوي وفي مكة المكرمة، وهذا طبيعي، ويعني أي واحد في العقار يعرف أنه والله العمائر السكنية العائد حقها مو مثل عائد الاستثمارات مثل هذه الاستثمارات. يعني احنا عملنا دراسة هذه المشروع هذا الوقف هذا، يعني مو والله اليوم قلنا بسم الله وتوكلنا على الله ويلا وقف الخير، لا، احنا من 2019 واحنا ندرس المشروع ده. يا سلام. دراسة وافية ومستوفاة وزيارات ميدانية ودخل وزرنا في جميع المزارع اللي في هذه المشاريع، بالإضافة إلى استشارات من ناس خبراء في السوق وفي الاستثمار وفي دراسات الجدوى، وبإذن الله عز وجل حيحقق عائد استثماري 20% بإذن الله. بسم الله عليك أبو الوليد. بسم الله عليك. بسم الله عليك. الله عليك. ما شاء الله وعنده إحاطة بال الحمد لله. الله الحمد لله. فما قلت يعني ما شاء الله تبارك الله المشروع هذا لأن تقريبا 4 سنوات وإحنا ندرسه، يعني إحنا في الأول في الأخير كلنا مؤتمنين على أموال الناس اللي بتضعها في هذه الأوقاف. يعني ما احد يبغى يتبرع، ليش يبغى يتبرع؟ يبغى يتبرع ويبغى شيء يتقرب فيه الى الله عز وجل ويخرج من طيب ماله وحلاله يتقرب فيه الى الله عز وجل. فاحنا متمنين على انه احنا نضع هذه الاموال في مكانها وانها تصرف في مضامنها، وبالعكس يعني انت الان اللي بيدفع في ذا المكان مثل ما قلت انه حيكف اسره عن الاحتياج ويخليها اسره منتجه، بالاضافه الى انه راح ينتقل الى مشاريع نوعية مشاريع جمعية في كفالة الأيتام وسقي الماء. أنتم الآن عندكم مشروع قائم ودائر، تعرفون يعني عندكم خبرة فيه. نعم الحمد لله. الآن المشروع الآن بدأنا إحنا على مساحة 1000 متر وعملنا نموذج مبدئي، يعني اللي بيرجع لحساب الجمعية في تويتر بيدخل حساب الجمعية حيشوف والله زيارة المحافظ للبيت الأول النموذجي، عملنا تجربة أولية لإنتاج المحاصيل ولله الحمد أنتجت. فيعني مخاطر المشروع هذا في الحسبان وأدركناها وواضعين لها خطات معالجة بشكل يعني مستمر. طيب إذا استثمرت 20 مليون كم عائدها السنوي؟ تقريبا العائد حقها السنوي 20%، يعني إحنا نتكلم عن مشروع بيكون مو بس فقط والله للمشاريع الجمعية، لا، حيولد إن شاء الله مشاريع أوقاف أخرى، أوقاف عقارية أخرى. يعني الآن فترة كورونا لما يعني فترة كورونا الماضية في أوقاف تضررت في مكة المكرمة. صحيح. كانت معتمدة مثلاً على فنادق وكذا، توقف الحج وتوقفت العمرة فتضررت الأوقاف. لكن لما يكون عندك أكثر من وقف وأكثر من تنوع في الأوقاف عندك، أنت بعض الله عز وجل تقلل من المخاطر والجمعية تستمر في عطائها، تستمر في تفريج الكرب عن مستفيدة، انها تستمر في والله كفالة الايتام، تستمر والله في علاج المرضى وتفريج كربهم. الله يجزاك خير.